افتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته 19 بمكتبة الإسكندرية بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين واتحاد الناشرين العرب. أنا برحب بحضراتكم جميعاً في رحاب مكتبة الإسكندرية في افتتاح النسخة 19 من معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب. المعرض السنة دي متميز جداً، في عدد أكثر من 70 ناشر. خلال ال 15 يوم هنعمل حوالي 160 حدث ثقافي، في ال 160 حدث ثقافي هنستقبل فيهم حوالي 600 مثقف من مصر ومن خارج مصر. أنا أعتقد أن النسخة دي نسخة يعني متميزة ونسخة هامة جدا. من أهم الجديد في هذه النسخة أن احنا بنبدأ فيها أنشطة جديدة، منها الإعلان عن جائزة الإسكندرية للقراءة. أنا طبعا كنت بحلم دائما أن أنا يعني أقود جائزة مصرية كبرى في القراءة، وكان حلم قديم، وأنا استطعت أن أنا الحمد لله أنفذه وأخذ بيه موافقة من مجلس الوزراء. وإحنا هنعلن بعد كده الخطوة القادمة هي جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية. يسعدنا أن تشارك وزارة الثقافة في هذا المحفل الرائد ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب التي تضم جناحها إنتاجا وكذلك إنتاج العديد من الهيئات وقطاعات وزارة الثقافة في عمل تكاملي يحمل روح الفريق. واستمرارا للتعاون المثمر بين وزارة الثقافة ومكتبة الإسكندرية، يسعدني أن أعلن عن عقد المؤتمر السنوي لمركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية ومكتبة الإسكندرية، وقد خصص دورته هذا العام تحت عنوان تراث مدينة الإسكندرية. يسعدني اليوم أن نتشارك مع الافتتاح الرسمي للدورة 19 من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، هذا المعرض الدولي المتميز الذي تحتضنه مكتبة الإسكندرية العريقة كل عام. إن معرض الكتاب الذي يضم أكثر من 77 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية يعتبر ساحة لالتقاء وتواصل المثقفين ونافذة ثقافية للشعب السكندري وخاصة الشباب للتواصل معا في كل ما هو جديد للثقافة والمعرفة. يستمر المعرض إلى يوم الأحد 28 من يوليو الجاري. نظمت مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان ريادة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي، وتدور محاورها حول وضع الذكاء الاصطناعي ومستقبل المال وتأثيره على مجال ريادة الأعمال. إيفنت النهاردة بيجي تحت الأمبريلا أو ظل التعاون ما بين مكتبة اسكندرية من خلال قطاع المكتبات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن احنا ننظم سلسلة من الفعاليات والندوات خلال السنة دي 2024 بيتكلم على تأثير الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة. النهاردة هنتكلم إن شاء الله على الاي اي والإمباكت بتاعه في ريادة الأعمال، هو قد إيه بدأ يسهل من التاسكات اللي كانت مطلوبة من رائد الأعمال أو من الشركة الناشئة، بدأ يأثر الوقت ويعلي الإفشنسي، وفي نفس الوقت برضو محتاجين نطمن الناس الذكاء الاصطناعي مش هيلغي دور الإنسان، بالعكس الإنسان دوره مهم جدا وأساسي لا غنى عنه، ولكن ممكن بعض المهام تختفي، بس في المقابل في مهام جديدة هتظهر محتاجة سكيلز معينة، مهارات معينة لازم نتعرف عليها ونكون مستعدين ليها. الـ AI كل الناس ممكن تستخدمه حتى لو ما عندوش أي فكرة عن التكنولوجي،
وكل انواع البزنس وكل الشركات الناشئه وكل الستارت ابس وكل البزنسز في استخدامات كتيره للاي اي ممكن يستخدموها بكوست قليله، ممكن توفر لهم حاجات كبيره جدا في البزنس بتاعهم وتزود الاوبريشنز افشنسي وتزود الماركتنج بطرق مختلفه تماما وبتكلفه اقل بكتير. فكل الناس محتاجه تعرف هو احنا ممكن نعمل ايه بالاي اي. نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة الطفل محاضرة بعنوان قضايا الأسرة بين السينما والتلفزيون، وذلك ضمن برنامج محاضرات أولياء الأمور. ندوة النهاردة بنتكلم فيها عن قضايا الأسرة بين السينما والتلفزيون. هنتناول فيها تأثير الفن على المجتمع عموما والفرد بصفة خاصة، إزاي بيطور الفن من سلوك الفرد وبيطور من المجتمع، إزاي الفن نفسه بيتأثر بالمجتمع والمتغيرات اللي بتحصل في المجتمع. وقضايا الأسرة هنا بتشوفها من خلال مقارنة ما بين مسلسل إمبراطورية ميم إخراج محمد سلامة وفيلم إمبراطورية ميم إخراج حسين كمال. بنجد في المسلسل كان في مساحة أن يتم تناول مجموعة من القضايا الاجتماعية أكتر من الفيلم، وده ليه؟ لأن الزمن بتاع المسلسل التلفزيوني أكبر بكتير من زمن الفيلم.